نبدأ مع بعض يا حبايبي حصة جديدة في الأسبوع الجديد أو تاني أسبوع من الدراسة، وهنعرف الأول مع أصحابنا الحلوين أول حاجة بعملها في حصة الرياضيات إيه هي يا بنات؟ اتفضلي يا فريدة. ركن الرياضيات. أحسنتي، ركن إيه سنة أولى؟ الرياضيات. فعلا ركن الرياضيات. كملي يا فريدة، في إيه ركن الرياضيات بنعمل فيه إيه؟ لوحة التقويم، إطار الخمس خانات، ومخطط المئة. أحسنتي، ممتازة يا ديدة، ممتازة فعلا. لوحة التقويم وإطار خمس خانات وجدول المئة. مين يقول لوحة التقويم دي بنعمل فيها إيه؟ اتفضلي يا سما. لوحة التقويم بنحدد فيها إيه؟ التاريخ. التاريخ. التاريخ الايه والايه؟ الهجري. احسنتي. والميلادي. اتفضلي اقعدي يا سما. بنحدد فيها التاريخ الهجري والميلادي. قومي يا شروق قولي لنا. وبنحدد فيها ايه كمان غير الهجري والميلادي؟ ايام الاسبوع. الاسبوع. ركزي يا سنه اولى. ايام الاسبوع. احسنتي، ايام الاسبوع. جميل. طيب مين شطوره تقول لنا تاريخ النهارده كام؟ انا استنى. هجري وميلادي. اتفضلي يا فريده قولي لنا. الهجري 28 من رجب 1444. ممتازه، اتفضلي يا عوضي، ممتازه. وانت يا امرايه قولي لنا. يلا يا هنا. التاريخ الميلادي 19 من فبراير 23 ميلادي. احسنتي، احسنتي يا حبيبتي يا هنا. يبقى احنا قلنا اول حاجه في ركن الرياضيات لوحه الايه؟ التقويم. لوحه الايه؟ التقويم. بعد كده اطار الخمس خانات. اطار الخمس خانات اللي بنحدد فيه كل يوم ايه؟ كوره جديده بتعبر عن حصه ايه؟ جديده. وفي كمان يا نورسين جدول المئة اللي بنعمل دايره حوالين العدد اللي احنا خدناه او حوالين رقم الدرس بتاعنا النهارده. خلاص كده. النهارده مثلا الدرس رقم كام؟ 68. يبقى هعمل دايره عند رقم كام في مخطط المئة؟ 68. جميل.